مرحبا، اهلا وسهلا فيكم المطبخ اللبناني. اليوم حنعمل احنا وياكم مهلبيه. انا عندي هون نشا، حضيف 4 معالق من النشا. ما موجود عندكم ناعم خشن بيمشي الحال. عندي 5 معالق من الحليب ناشف، هلا حضيف 4 معالق من السكر، اكيد السكر حسب الذوق. انا هلا حضيف المي شوي شوي وبلش ذوب فيهم. نشا وين بدوب، بس بنحركهم على البارد قبل ما نحطهم على النار. انا ضفت 4 كبايات من المي. هلا حضيفهم مزهر الموارد، بس يغلو حضيف المزهر والموارد والمسك. هلا نحطهم على النار، بس ما بشيل ايدي عنهم لانه النشا اوان بعقد وبيلزق. هلا حضيف المسكي، اخر شي بنضيف المسكي والمزهر والموارد. هي مثل ما شفتوا جمدوا دغري. هاي رشة مزهر. رشة موارد. هلا نطفي عنه ونسكبه. هلا حبلش اسكب قبل ما يبردوا معي، لانه بس يبردوا دغري بيجمدوا. هلا مثل ما شفتوا المهلبية صارت جاهزة. انا عاجني الفستق الحلبي بالسمنة ومكبلتها وحطتها مع السكر والمزهر والموارد. الف صحة وهنا وينعاد عليكم، وما تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب.